السلام عليكم. سأتحدث اليوم عن مشكلة شائعة في عيادة الجراحة العامة، وهي مشكلة البواسير. بادئ ذي بلو. البواسير موجودة طبيعياً في منطقة الشرج، عبارة عن أوردة طبيعية خلق الله سبحانه وتعالى في داخل وخارج المنطقة لتسهيل عملية خروج البراز. عند حدوث عرض أو مشكلة أو تضخم في هذه الأوردة تدعى البواسير أو يحصل مرض البواسير. أعراض البواسير مختلفة، قد تكون بدءا من عدم راحة، وجود حكة، وجود دم من غير مصاحبة ألم، أو وجود كتلة تخرج وتدخل إلى منطقة الشرج، أو وجود كتلة خارجية. في معظم الأحيان علاج البواسير يكون تحفظي، بمعنى على المريض أن يكثر من تناول الغذاء الصحي، الألياف العالية، شرب الماء لتجنب الإمساك، وجود عادات الإخراج الصحية. هناك العديد من العلاجات الجراحية، من ضمنها ربط البواسير في العيادة، هذا إجراء لا يستغرق أكثر من ثواني، أو إزالتها بعدة طرق، ومن ضمنها طرق الإزالة بالليجاشور أو ما يعرف بالحراري. تتميز هذه الطريقة بأنها أقل ألماً من الطرق التقليدية.